قولي بقى، على اي اساس بتطلع الموضه بين المطربين؟ على اساس انهم مطرب بيطلع لكم موضه؟ هو انا عايز اقول لك حاجه، كل الكلام اللي انا قلته على الموضه ده ينطبق على، ما ينطبقش عليا انا، ماليش دعوه بالحاجات اللي بتحصل دي. يعني هو انا واحد بسيط، انا واحد بسيط كده في حالي، بغني معايا الجيتار بتاعي وبلحن، بحاول اعمل مزيكا كويسه، احاول يبقى شكلي متناسق كده مش اكتر. مش ماشي على موضوع الموضه يعني، لان انا مش شايف ان ممكن حد يعمل موضه بعيد عن شخص، لازم الموضه تبقى ليها علاقه بالشخصيه. بس انا شفتك طلعت موضه في وقت يعني كل الولاد كانوا بيقلدوك، الولاد اللي معايا في الجامعه زي دقن تامر حسني ويروحوا للحلاقين زي دقن تامر حسني، انت طلعت موضه ان انت يبقى في دقن وفي حركات. بصي هقول لك حاجه، انا ده لوحدك، انا شفت ده لوحدك يعني. موضوع الدقن ده يمكن كنت بتهاجم عليه بقى اول ما بدات اطلع اغني، كان يمكن في مطربين كبار يشوفوني انت سايب دقنك كده ما ينفعش، انت داخل تغني فرح لازم تبقى حالق بقى وبتاع. فانا دايما كنت شايف المطربين شبه بعض، كل واحد لازم سوالفه مظبوطه وشعره منسق بالظبط ومفيش دقن خالص. طب يعني احنا رجاله يعني دقننا بتطلع وبنشيلها عادي يعني، ما بيبقاش عندنا يعني التحفظ ان احنا كل شويه نشيلها، لازم يبقى طبيعي أملس. يعني يبقى شبه الناس كده يعني، لازم ممكن ابقى شبه اي حد ماشي في الشارع. فكنت مقتنع ان انا كده كويس. تاني سنه كل المطربين اللي قالوا لي شيل دقنك حاطينها بوسترات. انت كنت عامل دقن اكتر من اللي طالع اللي هي الدوجلس الحاجات البسيطه، كنت عامل مغير الشكل خالص. كنت قاصد اطلع بقى بدقن، كنت قاصد يعني انت مش كده يعني قاصد؟ لا انا يعني انا قاصد حبيت ان انت كمان تطلع موضه زي ما في حد مطرب بيطلع موضه. مش قصدي موضه يعني، انا قصدي ابقى مختلف بس. قولي بقى يا تامر، في غنى جديد وفي غنى قديم؟ طبعا. الغنى القديم غنى يعني، هو غنى الجديد غنى. لا الغنى الجديد ممكن يبقى اداء اكتر يعني، يعني ممكن اي حد يغني جديد، انها مش ممكن اي حد يغني قديم. الغنى القديم كان اللحن، لحن طويل كده، جمل موسيقيه كتير، واللحن تحسي ان هو يعني كذا جمله مش شبه بعض. دلوقتي اللحن قليل وجملتين وشبه بعض. يعني انه اصعب، الغنى بتاع دلوقتي ولا الغنى بتاع زمان؟ بص اللي بيعرف يغني كويس اعتقد اللي بيعرف يغني كويس بالنسبة له الغنى القديم أسهل. غنى القديم أسهل من الجديد؟ اللي بيعرف يغني كويس. إنما اللي مش بعرف يغني كويس اللي غنى الجديد بيبقى أسهل. يعني الأصعب يعني أنا عندي القديم. أنا برتاح أكتر، أنا تامر شخصيا برتاح أكتر أنا بغني قديم. ليه بقى؟ لأن اللي بيعرف يغني بيبقى عنده حاجات، الغنى الجديد ما بيديلوش الفرصة إنه يقول كل حاجة. كده يعني أنا مثلا أنت تعرف تغني. الغنى إيه؟ الجديد يعني انا في اغنيه لما انا اقول تودعني انسى، اي حد ممكن يقول تودعني انسى، فاهمه؟ انما غنى قديم لا، يعني اقصد ان هي سهله. انما غنى قديم مثلا ما حد يقول مثلا وبعدك يا جميل طول، وده اول بعد بيطول تحسي فيه كده قماشه، حاجه طويله انت عماله تقولي وتطلعي وتنزلي وبتاع، فيها فرصه اكتر. فده بالنسبه لي مريح اكتر ان انا بغني عشان بنبسط لما بغني. انما الغنى بتاع اليومين دول اسهل يعني، بسيط، انا مش بيريحني، مش ببقى مبسوط وانا بغنيه. طب ليه ما بتغنيش حاجات قديمه؟ ليه دايما يعني انا دلوقتي بتغني اغاني جديده؟ ما ينفعش اطلع بقى. ما اقول لك حاجه ليه بقى؟ طب ليه ما في مطربين كتير غنوا لعبد الحليم وعملوا شرايط عن عبد الحليم بصوتهم ونجحت؟ ما هو زي انا غفران مثلا. ما هو انا مع احترامي لاي حد عمل ده، هي فكره جميله برضو، واي حد عملها كانت لايقه عليه، انما انا مش، ما ينفعش اعمل كده. زي ما قلت لك انا لسه طالع، لسه صغير وطالع، مش هينفع استنجد بحد ينجحني او اتسند عليه او حاجه. انا جوايا طاقه وشحنه عاليه جدا يعني، مش عايز اعمل حاجه زي كده. انا عايز كل حاجه تبقى نابعه مني، اذا كنت بلحن وبكتب لناس مش لتامر والبهاء سلطان وشيرين يعني، هم بعيد عني جدا كمان يعني. جوايا قماشه كبيره كده من الفن لسه ما طلعتهاش، فهروح بقى اغني القديم، اغني قديم في برنامج، في قاعده اتشرف لما اغني حد من القدام، انما مش في الشريط عشان انا جوايا حاجات نفسي اطلعها يعني.